نروح للدكتور طارق كمان ناخد قراءة حضرتك وبعدين هندخل تفاصيل قمة اليوم. هو طبعا كان مهم قوي حضرتك ان احنا نعمل القمة لجملة من الأسباب. في رواية إسرائيلية بدأت من يوم 7 أكتوبر خاص بما جرى، جزء منه هو طبعا كما تعلم حضرتك تغيير قواعد الاشتباك ومحاولة لتغيير ما جرى في مسار الصراع العربي لسنوات طويلة. هذه الرواية كان فيها نوع من الانحياز للموقف الإسرائيلي وطبعا الولايات المتحدة والقوى الغربية مقابل موقف عربي قادته مصر في اتجاه تحريك البوصلة وتصويب مسار ما جرى، على طبعا موضوع رفض ما جرى بالنسبة للتعامل مع قطاع غزة والتعامل مع الملف الفلسطيني. القاهرة نجحت بمهارة في أمرين. الأمر الأول هو محاولة تغيير هذا المسار، بمعنى أنها تحدث نوع من التوازن في المواقف. يعني النهاردة القمة، أنا في تقديري القمة نجحت أستاذ أحمد قبل أن تبدأ. يعني من امبارح كانوا يسألونا قمة وأعمالها وفعالياتها ونتائجها، هي نجحت قبل أن تبدأ. بمعنى ليه؟ أنه في توقيت له دلالته استحضرت العالم إلى مصر، وبالتالي ده مهم جدا. أنه يطلع الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح ينقل رسالة مهمة تستحضر كل القوى الدولية والإقليمية. مش هقف قدام مين حضر ومين ما حضرش، لا، ده أنا بتكلم في حدث دولي إقليمي له دلالته. تحليل مضمون كلمات كل رؤساء الوفود هو تأكيد على الثوابت اللي أطلقتها مصر وسزعها. ودي نقطة مهمة يجب أن ندركها في هذا التوقيت، أن القاهرة حركت البوصلة لمحاولة إحداث نوع من التوازن في الرؤية التي حدثت للقوى الغربية والولايات المتحدة في الحياز لإسرائيل. اليوم العالم تكلم على القضية الفلسطينية، إعادة تقديم القضية الفلسطينية لوجهة الدولية. القضية حل الدولتين طبعا، فكرة حل الدولتين لأنه القضية الفلسطينية أصبحت قضية منسية يا أستاذ أحمد، كنا أن نعترف بهذا. وبالتالي أمعن الجانب الإسرائيلي في محاولة لتغيير ملامح القضية الفلسطينية على الأرض، مش مجرد عمليات اقتحام في المسجد الأقصى، لكن محاولة تغيير وقائع الصراع العربي الإسرائيلي. اليوم القاهرة نجحت ونجحت بمهارة. مش هقف قدام بعض الحاجات لأنه في مهم جدا الناس تعرف أنه القضية مش باين ختام يطلع، المواقف كلها تبقى متوحدة، أنه لابد أن احنا نتفق على قواسم مشتركة. الأداء المصري النهاردة أداء مبهر يؤكد لحضرتك أن الدولة المصرية استكمال لكلام أخي الدكتور جهاد تؤكد لديها إمكانيات، لديها قدرات، إذا أرادت أن تفعل فمصر تفعل. مصر هي نقطة الارتكاز لما يجري وسيجري. مش عايز أتكلم في جزئيات، احنا بنتكلم على عموميات بقى أستاذ أحمد. إدارة الملف دكتور طارق وحاجة بتتكلم، إدارة الملف من أول لحظة لحد النهاردة، إدارته سواء على الأرض أو إدارته عبر اتصالات أو عبر لقاءات مباشرة، وكمان قبل ما نروح للدكتور جهاد حتى في لقاءات انت بتزعق على الهواء، ودي ما كانش اصلا يعني. شوف حضرتك بيحصل هو ده. ليه يا استاذ احمد يعني كان ليه لقاء السيد الرئيس مع وزير الخارجيه الامريكي بلينكن يتقال هذا الكلام؟ لانه مصر لا تتعامل بانصاف حلول واشباه خيارات. ان الاوان ان احنا نضع النقاط فوق الحروف، ان مصر بتتحرك اليوم بمسؤوليه قوميه كبيره، قياده، حكومه، شعب. يعني في جزء من المنظومه اللي هي بتتعمل دلوقتي هذا ما جرى، اعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه. لا نريد احد ان يزايد علينا، احنا عارفين بنعمل ايه. مصر الدوله الكبيره بمؤسساتها بقيادتها بشعبها كيف تتعامل مع القضيه الفلسطينيه. وانا اعتقد الاشقاء الفلسطينيين اللي عايشين معانا في مصر واللي احنا بنتواصل معاهم مدركين لطبيعه ما تقوم به مصر في هذا التوقيت.